محتاجين نصحح المسار ومحتاجين يكون عندنا شفافية في الاختيارات، علشان في النهاية احنا هنسأل عن هذا، لأنها بالنهاية احنا دي حقوق ناس بتضيع، ومجهود وجهد وعرق حكام ومساعدين بيضيع. أتمنى إن يكون هناك شفافية. مصطفى الشهدي واحد من الحكام الواعدين، الزميل أحمد العاصي معاه مجموعة، مصطفى الشهدي واحد من الحكام الواعدين اللي معانا على الشاشة، هو مرشح للقائمة الدولية، وده إبراهيم محمد إبراهيم، خد أكثر من مباراة في الدوري الممتاز الحالي، ومحمد عادل واحد من حكام القفر اللي معانا برضو على الشاشة، قدم بشكل جيد، ودول حكام السوبر اللي أداروا مباراة السوبر الأخيرة وكانوا ظهروا بشكل جيد، وده ابراهيم محمد ابراهيم، كل هؤلاء الحكام موجودين، تمام؟ موجود، دول موجودين وادوا بشكل جيد. عايزين نطلع نقول احنا عندنا تقييم شامل للحكام. احمد الغندور في نهائي السوبر، دي يمكن اول بطوله واول نهائي احمد الغندور يكون موجود فيه، انا وده شاب من شباب مصطفى الشهدي، ومعانا ابراهيم محمد ابراهيم. النهارده محمود بسيوني مترشح، ليه محمود بسيوني مترشح تاني واحنا النهارده كان موجود في القائمه الدوليه في 2014 وخرج؟ طب النهارده هو خرج، ندي فرصه لحد تاني يكون موجود، وحد تاني من الحكام الواعدين. انا اعتقد ان الفرصه متاحه لابراهيم محمد ابراهيم ومصطفى الشهدي وحماده القلاوي، ومعاهم برضه هشام القاضي، او قبل دول عبد العزيز السيد ترشح للقائمه الدوليه مده لا تقل عن 6 سنوات متتاليه ولم يحصل على فرصته في القائمه الدوليه. 30 حكم ومساعدا النهارده مرشحين للقائمه الدوليه، وانت عارف ان انت هتاخد واحد في الحكام، لان ابراهيم نور الدين خرج وموجود في اللجنه الرئاسيه في الوقت الحالي، تمام؟ بعد ما خلص على طول بشهر او باتنين يشتغل في اللجنه الرئاسيه، حتى لو بالغير قرار بس موجود في اللجنه الرئاسيه، لكن النهارده هو في مقعد خالي من القائمه، في القائمه بتاع ابراهيم نور الدين، يبقى انت عايز حكم ساحه. وفي المساعدين هو في كلام على سامي هلهل وعلى هاني عبد الفتاح، حتى لو مش تاخد نمر النهارده انت القايمه اللي مترشحه اللي ترشحت غير موجودين في القايمه اللي كانت موجوده معانا على الشاشه، الاسماء 30 حكم ومساعده، قايمه موجوده مع حضراتكم، الحكام والمساعدين اللي هم راحوا في الترشيح. وبعدين اللجنه عملت حاجه غريبه قوي، اول امبارح تم استدعاء الحكام الى احد الفنادق الكبرى في مدينة نصر، وعملوا اختبار فيديو تيست واختبار باللغة الإنجليزية والعربية للحكام، اختبار قانون. وطبعا الهدف من هذا الاختبار هو حاجة مهمة جدا هقول لكم عليها، هي تصفية العدد. طب انت بدل ما تعمل اختبار وتصفي العدد، وكانوا قاعدين طبعا مش في امتحان، كل اللي وصلني ان هو ما كانش امتحان، كان شكلا كده كلهم قاعدين جنب بعض، والاختبار وده بيكلم ده وبيكلم ده، النهارده دي مش ده, ده مش اختبار، ده مش اختبار لقائمه دوليه انت هتحمل بيها هتمثل بيها على التحكيم المصري، لقائمه دوليه انت هتكون موجود ممثلا للتحكيم المصري في المحافل الدوليه والقاريه. اختبار اعتقد يعني شاهد عدم انضباط، ومفيش التزام، ومفيش مفيش 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 سيستم في الاختبار، واخد بال حضرتك؟ لا، اختبار يعني اختبار، وكنت تعلن عنه من فتره، مش تيجي انت قبليها ب 24 ساعه وتدعو على الحكام الاختبار. اعتقد القائمه الدوليه في 2025 محتاجه اعاده نظر، محتاجه الاتحاد المصري لكره القدم يكون اكثر دقه عندما يعتمد الاسماء التي سترسل من لجنه الحكام الرئاسيه اللي بيديرها محمد فاروق لحين يعني اشعار اخر. وانا اعتقد ان الاتجاه لاتحاد الكوره ان يكون هناك خبير اجنبي يقود التحكيم المصري، بس انا هنا مش موافق على خبير اجنبي يقود التحكيم، عايز خبير اجنبي لتطوير التحكيم، خبير اجنبي يضع خطه استراتيجيه يطور من خلال التحكيم، على ان يكون هناك رئيس لجنه حكام مصري، رئيس لجنه حكام، يعني خبير اجنبي ما يكونش رئيس لجنه حكام، بل يكون هذا الخبير هو دوره تطوير التحكيم ووضع استراتيجيه لتطوير التحكيم. هكون لينا مع حضراتكم لقاء اخر عن موضوع الخبير الاجنبي، وهل يكون رئيس لجنه ولا يجي خبير اجنبي، تمام؟ على ان يكون هناك خبير رئيس لجنه مصري، هو ده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم. لكن كنت لازم التقي بحضراتكم قبل اعتماد القائمه الدوليه، وقبل ارسال القائمه الدوليه الى الاتحاد الدولي لكره القدم في 29 سبتمبر. بنامل من لجنه الحكام محمد فاروق وجمال علام، هم المسؤولين عن القائمه الدوليه، بنامل منهم يكون عندهم الدقه والحياديه والشفافيه في اختيار القائمه الدوليه 2025، عشان نقول ان احنا بدانا في تصحيح المسار
في للتحكيم المصري، بدأنا ناخد خطوة للأمام عشان نحافظ على حكامنا الموجودين اللي مرشحين لكأس العالم، محمد معروف وأمين عمر ومحمود أبو رجال وأحمد حسام طه مرشحين لمونديال 2026. عندنا ذخيرة من الحكام الدوليين عايزين نحافظ عليها ونكمل ما هو أكفأ، من هو أكفأ، من هو أحق عشان يبقى موجود مع زملائه ومع الصفوة دي ويتعلم منهم وهو موجود معاهم في القائمة الدولية.